العافية. أنا خالد الغويري، مسؤول لجنة الصحة العامة من جامعة الهاشمية سكوف. إحنا اللجنة اللي بتهتم بصحة المجتمع، اللي بتقوم على ثلاث مبادئ رئيسية: 1. توعية الناس، 2. الفحص المبكر، 3. التبرع بالدم. صرنا هسا بنصتين بتاعنا. حاب إني أشكر كل بروجكت ليدر، كل أوسي ممبر، كل فولنتير ساهم معانا بنجاح سكوف لهاي السنة. بدونهم ما كان حيكون إشي من اللي صار هسا. زي ما أنتم عارفين كمان، NGA يوم السبت سكوف سيشن المرة هاي راح تكون غير مليانة مفاجآت. الإشي الجديد اللي فيها راح يكون كمان إنه في نص ساعة على كل كوميدي، في نص ساعة إلا نقعد مع بعض نتشاور نطلع شوف في أي بروجكتات مستقبلية، أي حدا عنده أي فكرة أي إشي حاب يطرحه بيقدر يطرحه كمان.